الفنانة الكبيرة سلوى محمد علي، فنانة مصرية قديرة من الجيل الذهبي للمسرح المستقل. أثرت الساحة الفنية بعطاء متواصل منذ أن تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأت سلوى محمد علي مشوارها الفني على خشبة المسرح في عام 1988، وقدمت العديد من العروض المسرحية المهمة، حصلت بعضها على جوائز محلية ودولية. انطلقت سلوى محمد علي بقوة نحو عالم الدراما من خلال مشاركتها في مسلسلات وأفلام عديدة، بالإضافة لتميزها في مجال الأفلام المستقلة والقصيرة. خلال مسيرتها قدمت الفنانة الكبيرة أكثر من 50 عملاً في السينما والتلفزيون، وتنوعت أدوارها بين التراجيديا والكوميديا، من بين أدوارها البارزة شخصية الخالة خيرية في برنامج الأطفال الشهير عالم سمسم، وهو الدور الذي منحها شهرة واسعة خاصة بين الأطفال. من أبرز أعمالها في السينما أفلام الأبواب المغلقة، جاءنا البيان التالي، وأسرار عائلية، وفتاة المصنع، وفي التلفزيون لفتت الأنظار في مسلسلات بنت مهذات، وسيرة حب، ولأعلى سعر، وبميت وش، ورمضان كريم، وحارة اليهود، والخواجة عبد القادر. في المسرح شاركت سلوى محمد علي في بطولة الملك لير مع الفنان يحيى الفخراني، وعلى الرصيف مع الفنانة سهير البابلي، ومدرسة العساكر، ورحلة حنظلة، ودق زار، وذاكرة المياه، والحياة حلوة. في مجال الدوبلاج أبدعت سلوى محمد علي في أداء أصوات شخصيات متنوعة في أفلام ديزني، منها رويلا في 101 كلب، والضبع الشرير في الأسد الملك، والقطة دوقة في قطط الذوات. تركت الفنانة القديرة بصمة كبيرة في ورش التمثيل التي دربت خلالها العديد من الأسماء الشابة التي أصبحت نجوماً فيما بعد، وقدمت ورش تمثيل مسرحية خارج مصر في ألمانيا والسويد والعراق ولبنان وبولندا، ودربت الممثلين في فيلم ستموت في العشرين. خلال مسيرتها الفنية حصلت سلوى محمد علي على العديد من الجوائز، من بينها جائزة رفيعة عن دورها في مسرحية أحلام شقية، وجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم علي معزة وإبراهيم، وذلك في الدورة 44 من مهرجان جمعية الفيلم.